السلام عليكم حبيبات ديالي كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم جوج ديال الوصفات اللي ساهلين ما بغيتش نكثر عليكم البنات حاولت انني ندير لكم فقط جوج الوصفات باش هكا يكون الفيديو خفيف ظريف و كنبغي نشكر جميع الاخوات اللي كتبوا لي البارح التعاليق اللي زوينه بزاف وفرحوا معايا للوصول ديالي ل الف وشكرا لكم حبيبات ديالي شكرا الله يجازيكم بخير واخا رديت عليكم في الكومنتات اكيد ما شكرا شكرا لكم بزاف وغنبدا معكم دابا في الوصفه اللي غنحضر كيف ما شفتوا بدايه الفيديو وريتها لكم آه نشارك معكم واحد البرجر من حجم عائلي كيف كتلاحظوا عندي خميره ملعقه كبيره ديال الخميره عندي ملعقه كبيره ديال السكر ملحة حسب يعني ملح حسب الذوق بيضه كامله وعندي 80 غرام ديال الزبده دايبه وتكون بارده وعندي 550 غرام ديال الطحين يعني العادي أو الخاص بالحلويات اللي متوفر والماء الدافي لجمع العجين هذا البرجر اللي بالحجم العائلي كيجي كي زوين زوين بزاف وكيسهل عليكم بحال الشكل ديال خلية النحل مي كيجي كي سريع وما كيطلبش كي لكم شي وقت ينفعكم ان شاء الله في شهر رمضان تحضروه هكا وحتى لوليداتكم في العطل على في وفي الويكاند ولا حتى في الايام العاديه كيف لاحظتوا خديت الطحين وزدت عليه المكونات اللي هي الملح الزبده ملعقه ديال السكر بيضه كامله وكذلك الخميره اللي ضفت مع واحد شويه ديال الماء دافي صافي البنات هادو هما المكونات ديال العجين اللي ساهلين وبسيط كتجمعوا العجين فقط بالملعقه بحال هكا العجينه البنات راه ما كتحتاجش انكم تقلبوا لكو ولا تضربوا تماره كتجي خفيفه بزاف كيف لاحظتوا الخبز كيجي حل الريشه ناجح البنات صافي بقيت كنوضع في الماء بالتدريج بالنسبه للعجينه خصها تبقى شويه طريه يعني ما تكونش قاصحه بحال الخبز العادي المهم تبقى طريه بالنسبه للوصفه البنات اللي كنت حضرت البارح ديال الطبيعي جاوني بزاف ديال التعاليق ورديت عليهم ديال نوعيه دي الحليب اللي استعملت راني استعملت البنات نوعيه ديال الحليب كامل الدسم وبالنسبه ليغورت اللي استعملت ليغورت ديال اليدل عادي داك الحجم الكبير اللي فيه كيلو راه كيجي كي زوينة البنات يعني ما تحتاجوش انكم تاخذوا شي نوعيه اخرى غير هذاك وتتبعوا الطريقه راه كيجي كي روعه غير جربوها البنات صافي هنا غدا نكمل معكم الوصفه بقيت كنجمع في العجين كيف كتلاحظوا فقط بهذه الطريقه وانا انا كندخل في العجين يعني غير فحال هكا وفي نفس الوقت كتدخلوا فيها يعني ما تحتاجوش انكم تبقاو تدلكوا داك الدلك اللي كتعرفوا على سطح العمل وانتم ما كت... ما اجهاد فقط في هذا الاناء صافي حتى كتلم لكم العجينه مزيان بحال هكا وما كتبقاش تلصق بزاف بهذا الشكل كتحطوها كتجمعوها وتخليوها في نفس الاناء صافي وكتغطيو عليها بالنسبه للمده ديال الاختمار راه ما كتطلبش يعني وقت بزاف على حسب الجو عاود الحساب الجو اللي عندكم في الغرفه انا 35 دقيقه كي يكون عندي العجين جاهز كيف لاحظتو هذه هي الطريقه ديال العجنه البنات يعني ما كاين لا دلك لا والو غير هذيك كتبقاو تدخلوا في العجينه وصافي هنا البنات غادي نحضر الحشوه كتاخذوا واحد المقيله الحشوه اللي تاهي بسيطه بزاف كتدير واحد شويه ديال الزيت النباتي وكتضيفوا معاه بصيله ونص الحجم الصغير يعني الا كانت بصله كبيره ديروا غير وحده أه، توما الثومه جوج البيصات ديال الثومه مقطعين صافي وكتشحروا هاد البصيله هكا مزيان بالنسبه للحم البنات انا كان عندي باقي كونجلي يعني ما ما دايبش أه، صراحه الا أه، كان عندكم اللحم البنات بحال هكا جبدتوه ما تبقاوش ما تعقدوش غير شدوا ديك المقيله اللي تكون ما تلصقش وغطيو عليها وخليو على نار اللي تكون مهيله كيرجع داك البخار واللحم كيتحل بسرعه يعني ما كتلقاوش مشكل يعني ما تخافوش شحال من حتى كذوك جبدتش اللحم ما نقدرش نطيب غنجيب ديال غيجبديه وغطيه هنا البنات غادي نشارك معكم التوابل عندي شويه ديال الكمون والملحه وملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه صافي هادو هما التوابل البنات ما ضفت حتى شي توابل اخرى غير الطماطم المركزه شويه الكمون وشويه ديال الملحه والفلفل الاسود البنات فقط هادو هما التوابل اللي انا استعملت صافي كتخلطوا هاد الكفته مع هاد البصيله حتى ينسجموا هكا مزيان وتحسوا بالكفته ديالكم راهي طابت صافي كتحيدوا الحشوه وكتحطوها جانبا ومازال غادي نكمل الحشوه لان ماشي كلها غادي نستعمل البنات السبانخ او ليزي بينار اللي حتى هي كتجي زوينه كتعطي واحد الفرق هكا في اللون حتى في الوصفه كتاخذوا مقيله ولا نفس المقيله انا غسلتها يعني نظفتها باش هكا تبقى لي غير هاد المهم نتوما بغيتو تخليو نفس المقله ما تغسلوهاش ماشي مشكل غير في نفس المقله كتحيدوا الحشوه وكتوضعوا لي زيبيناغ مع شويه ديال الزويته بغيتو ديروا مع واحد رويز ديال الثومه يمكن ليكم انا درت غير لانني غدا نستعملها في وسط الحشوه ما بغيتش درت غير مليحه وشويه ديال البذار والزيت صافي هادشي اللي انا استعملت كتعرفوا يعني في ثلاثة دقائق كدبال هاد ليزي بينار يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت صافي من بعد ما حيدت الحشوة كاملة آه العجينه راهي خمرات كتاخذ واحد المول هكا بهذا الشكل يكون الا آه كان عندكم هاد النوع ما كانش ماشي مشكل خذوه يكون دائري بشكل دائري اولا بهذا المثلث اولا المربع عفوا المثلث ما كاينش مثلث مستطيل اولا المربع اولا ما عندكمش كاع يعني استعملوا غير لاطه عادي وحاولوا انكم تقربوهم في الشكل ديال خليه النحل المهم البريوش بحالو كتقسموا العجين بهذا الشكل كرات اللي متساويين أنتم البنات الا بغيتوهم يجيوكم نفس الحجم خفتوا ان تجيكم وحده كبيره وحده صغيره يعني ما كانش عندكم داك التوازن باش يجيكم داكشي مقاد حاولوا انكم تعبروهم انا خدمت هنا البنات غير عيني ميزاني حاولوا انكم تدخلوها هكا العجينه وتقادوهم كتاخذوا القالب ديالكم كدهنوه بشويه ديال الزيت اولا ديروا ليه سبراي السبراي اللي متوفر اولا دهنوه بزويته المهم نتوما على حساب داكشي اللي موجود عندكم صافي كتقادوهم وتحاولوا انكم تقربوهم ما يكونوش بعاد حاولوا انكم تقربوهم شويه تقربوهم شويه بهذا الشكل المهم نتوما كتشوفوا الصوره خصو يكونوا قرابين بحال هكا كيف كتلاحظوا دابا هذا نغطي على العجينه ونخليها حتى تخمر يعني حتى يضعف الحجم ديالها يعني الحجم ديالها يكون ضعف ضروري البنات انكم تخليوها ترتاح الوقت الكافي باش هكا يجيكم داك البريوش من فوق ويجيكم ناجح كيف لاحظتوا انا غدا نغطي عليها ونخليها حتى تخمر وصافي من بعد ما خمرات يعني خليتها الوقت الكافي حتى يضوب الحجم ديالها لان ما نقدرش نقول لكم على حساب الجو يعني ما نقدرش نقول لكم الوقت نتوما راكم كتشوفوا العجينه ديالكم اللي كتبان لكم الضوب الحجم ديالها صافي يعني راها جاهزه هنا درت واحد المعيلقه ديال الزيت الزيت العادي ولا زيت الزيتون مع بيضه مع اصفر بيضه عفوا صافي وكدهنوا الخبيزات ديالكم على هاد الشكل كاملين المهم حاولوا انكم تشبعوه مزيان من الجوانب وهذا باش يجيكم اللوين داك هذاك اللوين الزوين داك حميمر اللي كيشهي ضروري انكم تدهنوا جميع الجوانب بالنسبه للزيت البنات مع البيض كيعطي واحد اللمعان في في البريوش او لا في كاع الفطائر انا تقريبا كنستعمل الزيت كندخلو مع البيض الا درت بيضه كامله كنضيف الزيت او لا درت صفار بيضه كذلك كندير الزيت كيعطي واحد اللمعان للوصفه ديالكم لاحظوا معايا البريوش او لهاد البرجر اللي بالحجم العائلي كيجي كي عنده واحد اللمعان وراني رشيت عليها البنات شويه ديال الزنجلان وبذور الخشخاش هكا من الفوق من بعد ما رشيت عليه مدهنته بالبيض نتوما ليكم الاختيار بغيتو تخليو هكاك سامبل ما فيه والو بغيتو ديرو فيه ترشو غير بالزنجلان كيبقى لكم على حساب المتوفر عندكم دائما البنات راه كنمشيو على حساب داكشي اللي كيكون متوفر عندنا وما نعقدوش روسنا يعني ماشي ما كاينش عندي هاد الوصفات بحال مثلا كفتة، ديرو نتوما غير الخضر ديرو معمر بالخضره راه كذلك كيجي زوين شويه الدنجاج شويه القرعه مصوطي داكشي مع شويه ديال الفرماج ولا ديرو الشامبينيون راه كاين افكار ماشي بالضروره ديرو هاد الحشوه اللي انا استعملت هذه فقط فكره هذه كتسمى فكره والحشوه راه كتبقى على حساب الذوق لاحظوا معايا البنات الخفه ديال البريوش اللي كتجي ما نقولش لكم كيجي خفيف بزاف كيف لاحظتوا ناجح ناجح يعني راه ماشي بالضروره ديروا حتى الحشوه مالحه يمكن لكم ديروا حشوه اللي تكون حلوه كذلك لا كريم باتيسير او لا المهم افكار كنحاول انني نشارك معكم افكار هنا البنات عندي الزبده دايبه درت معها شويه ديال المعدنوس باش يعطي واحد النسمه زوينه وشويه ديال مليحة اي شويه هكا دهنت بهم الخبيز وغادا نرش عليهم اولا هاد البريوش وغادا نرش عليهم الجبن ديال الموتزاريلا بالنسبه للبنات اللي كيسوني على الجبن ديال الموتزاريلا غالبا كنستعمل اما ديال دوليز ولا ديال ليدل راهم نفس ما كاينش ما كاينش فرق يعني حتى كيجيني ديال ليدل حتى هو زوين ودوليز حتى هو كاين زوين يعني ما كاينش مشكل راه متوفر هو اللي راني كنستعمل بزاف ديال الناس كيسولوني انا جبن كنستعمل صافي هنا وضعت الحشوه الاولى ديال الكفته مع البصله غادا نزيد فوق منها هكا باش يعطيني داك اللويان اللي هكا يفتح النفس <applause> داك لي زيبينار من الفوق نتوما الا كانت عندكم لي زيبينار كثيره انا ما كانش عندي كتيرة يمكن لكم تزيدوا اكثر وضعت الجبن المربعات هكا من الفوق باش يجيكم شكل ديال برجر اللي يكون متكامل وكذلك بالنسبه للحشوه الا بغيتو ديروا مثلا بصيله هكا من الفوق معسله فوق ال مع الجبن وهذا راه كتجي كذلك زوينه الطماطم شكلوا البنات ونوعوا وجيبوا افكار من راسكم راه اكيد راه كل شيء ساهل وغير تشجعوا ما تعقدوش راسكم مع الوصفه لما ما كانتش الحاجه ماشي مشكل حاولي انك ديري من, من حاجه حاولي انك ديري منها حوايج كيف كنقولوا حنا <applause> يعني من بزاف البنات الله يكون في العون كيقول لك لا ما عنديش هذه حاولي انك ديك غير خضيره هكا مع هاد البريوش راه كتجي زوينه وصح من داك اللحم كاع صافي هنا البنات دهنت البريوش بشويه ديال الزبده مع المعدنوس ودخلته الفرن لمده ديال عشرة ديال الدقائق على نار اللي تكون ميتين درجه بالنسبه للطهي ديالو البنات ما ليكم لكم نسيت المده ديال الطهي اللي استغرقات ليا تقريبا ما بين عشرين حتى لخمسة وعشرين دقيقة كتشعلو الفرن ديالكم على مية وثمانين حتى لمية وتسعين درجة وكتخليوه يطيب صافي هنا البنات كيف كتلاحظوا البريوش او لهاد وبالنسبه لدرجه الحراره كتبقى حسب الفرن لان انواع ديال يعني انواع ديال الفرن راه كتختلف من نوع لنوع يعني ما تقدريش تحكمي على شي فرن كاين اللي كي طيب بسرعه كاين اللي كيتعطل أنا ان الفران ديالي هذا هو الوقت اللي كيستغرق لاحظوا معايا البنات كيف جا من الداخل راه كيجي كي عجيب بنين بنين واحد الدرجه ما كتخيلوهاش واكيد اكيد الا جربتوه وليداتكم غادي يفرحوا بزاف دابا البنات غادي ندوز معكم لواحد التحليه اللي كذلك بسيطه اللي ان شاء الله غادي تنفعكم شهر رمضان غير انا هنا البنات كنت خليتها ما برداتش بزاف يعني بسرعه قدمتها لكم كان ناخذ اول حاجه كتاخذوا واحد الطنجره ولا كاسرونه كتوضعوا فيها الحليب وضعت لتر من الحليب كيف لاحظتوا الحليب اللي يكون كامل الدسم عندي هنا جوج د ديال النشا وجوج د المعالقات ونصف من الدقيق الابيض وغدا نزيد كذلك السكر من 80 حتى 70 غرام على حساب تقدروا ديروا حتى مية غرام على حساب نتوما الحلاوه واش كتبغيو بزايد او لا, لا صافي كتخلطوا مزيان هاد المكونات اه حتى ينسجموا المهم ما يبقاوش دوك التكتلات دوك الحبيبات وهذا وغدا نضيف كذلك واحد الملعقه كبيره ديال ماء الزهر اللي صراحه البنات كتجي روعه الا عمركم جربتوها فتح جربوها اكيد اكيد غادي تغيروا رايكم راها كتجي خطيره يعني بنينه الناس اللي كتعجبهم المذاق ديال الزهر يستعملوا اللي ما كيستعملوش ما كيبغيووش يمكن لهم يعوضوه بالفاني كيبقى لكم الاختيار وصافي البنات من بعد ما وجدت ديك المهلبيه كتوضعوها في كاسات اللي يكونوا صغارين على حسب الحجم اللي عندكم كتخليوها تبرد جانبا ودابا غادي ندوز باش نحضر الكماله ديال هالتحليه التحليه دي عندي هنا 500 ملل ديال العصير ديال الليمون بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندهم عصير ديال الليمون الكافي يمكن لكم ديروا نص ماء ونص, آه يعني ما ديرو ما ونص ليمون ما مت... يعني ما تهلكوش راسكم ما تقولوش صافي ما كاينش ليمون صافي ديروا نص ماء ونص ليمون وضعت جوج د المعالق كبار ديال النشا غادي نزيد عليهم الفاني وجوج د المعالق كبار ديال السكر سنيده صافي هادشي اللي وضعت درت جوج المعالق ديال السكر سنيده سكر الفاني و 500 مليليتر ديال عصير الليمون وجوج معالق ديال النشا فقط هذا الشيء اللي انا استعملت كيف لاحظتوا صافي كتوضعوا على نار متوسطه مع التحريك المستمر وراني كنعاود كل مره كنذكركم بالمقادير لان كاين شي بنات ربما ما كيسمعوا يعني ما ينتبهوش ولا هذا يعني بعض الاخوات كنحاول انني نعاود نشرح لهم ماشي مشكل كنبغي الوصفه البنات انا اللي حضرت تنجح معكم حيت الا ما نجحتش معكم كيبقى فيا الحال كنقول يعني شنو شنو الخلل فاش لانني كلشي حضره مع امامكم يعني بدون يعني ربي كيشهد اي وصفه كنحضرها بكل شفافيه وكل مصداقيه ما كنحاولش نقص ولا نزيد صافي هنا راه واجد من بعد ما كنحس به بدا كيتقال صافي كتوضعوه في هاد الكاسات من الاحسن البنات حبذا لو انكم توجدوا الطبقه الاولى تخليوها تبرد شويه وتدخلوها للثلاجه وتخليها تاخذ واحد دي المده ديال اه اه ربع ساعه نص ساعه حتى يبرد لكم شويه عاد توضعوا فوق منها الخليط الثاني احسن البنات باش هكا تجيكم ثابته وتجيو دوك الطبقات باينين انا صراحه ما كانش عندي الوقت لكن الخطا اللي اه ما تسنيتش لكن نتوما حاولت انني نذكركم به من الاحسن انكم تخليوها شويه الثلاجه حتى تثبت لكم ديك الطبقه الاولى عاد توضعوا فيها طبقه ثانيه ديال الليمون والطبقه الثانيه خصها تكون البنات محضره يلا سخونه عاد توضعوها فوق هذه الطبقه البيضاء ديال المهلبيه لان الا خليتوها هذيك بردات وهذيك بردات غادي تجمد لكم وما غاديش تجيكم زوينه يعني دخلوا هذيك حتى تبرد عاده باش صيبوا الطبقه الثانيه ديال الليمون وخرجوا الكؤوس ووضعوا فوق منهم هذه الطبقه وهنا الغزالات ديالي كانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم الى عجبكم عجبكم المحتوى وعجبتكم الوصفه ما تنساونيش الحبيبات ديالي من التعاليق ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش هكا دائما نحاول انني نشارك معكم وصفات اللي يكونوا ساهلين وفي المستوى ويكون كل شيء حضرهم يعني الطبقه البسيطه المتوسطه اللي بغا مهم وصفات اللي يكونوا في المتناول رحت المقادير كنحاول انني نبسط ما نديرش مكونات اللي يكونوا غاليين باش كل شيء يقدر انه يحضر لاحظوا معايا هنا راه كنوريكم لانني ما خليتهاش مده طويله يعني في الثلاجه يعني باش تبرد كيجي هذا هو الشكل ديالها مع بدقه الليمون والزهره البنات وداك شويه اللوز اللي زينت زي به كيجي رائع كنقول كن لكم شكرا لكم حبيبات ديالي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفات اخرى اللي تكون في متناول الجميع السلام عليكم